البعض منا خائف الآن على الرزق، أحيانا قد تفصل من عمل، مدير العمل لا يريدك، مدير المؤسسة لا يريدك، ثم يكيدك مكائد ويتكلم فيك قتات ونمام وأنت بريء ولم تفعل شيئا، والله ما فعل شيء ولا كلمة، وقع أطلع خرج. البعض يكتئب يحزن يبكي يولو. يا مؤمن أغلقوا بابا وعند الله أبواب، ومن ظن أن الرزق يقسم على أديم الأرض فقد ظن بالله السوء. الله يقول وفي السماء وفي السماء وفي السماء، أردد ولا خرج؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذن هذا العظيم سبحانه، هذا العظيم أغلق من البشر باب، هل كان بأمره؟ هل كان بعلمه؟ هل كان بإرادته؟ نعم. هل يراك الله وأنت تظلم؟ نعم. هل يراك الله وهم يغلقون الأبواب؟ نعم. لكن أسأل الله ألا يرى الله في قلبك خوفا من مخلوق أو رجاء من مخلوق أو اعتقادا أن هذا الشر لا يعقبه خير.